بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وأما بعد. طيب أنا بسأل السؤال هذه لا عندي علاقة بالألمانية لا نظام لا أي الجماعة. أنا بسأل على سؤال اجتماعي بالنسبة لمعاملات البنكك. ده فرصة بتاع الطالب عشان ما تقول لنا زول ما عنده جسم جاي خاش. أنا طالب بس خاشي بأنه نسأل طيب أفتينا أنه المعاملات بتاع بنكك فيها تقريبا أربع حالات. الزول يجيب الخاش كاش عشان يشيل البنكك أو زول اللي يجيب الكاش أنت تحول لطرف الثالث. ده حالتين. وحالة الثالثة الزول يحول عنده بنكك وانت داير منه هو داير الكاش. وفي حالة هو عنده بنكك الباع منك حاجة داير يديك البنكك. في حالة دي في ناس كثير بيشيل أمولة. ده في أربع حالات بيشيل أمولة. هل الأمولة دي الحكم شنو؟ والسؤال الثاني التجارة بتاع السجائر ولا جد الناس كتار أثبت أنه ده حرام. وإذا كان أنا في أثناء الدراسة بتاعي قمت اشتغلت السجائر وحاجات دي ولقيت أنه حاجة دي حرام وأنا داير أغير الشغل وحاجات دي هل المال اللي أنا اكتسبته من هذا الشغل يقدر أطهره ولا في حاجة تانية شنو؟ والتوزيع الحاجة الثالثة التوزيع بالنسبة للشيوخ شكرا جزيلا على إعطاء الفرصة وشكرا على دعوتكم الجميلة. الميم أنا عندي حاجة بتاع ردم شديد للسائل بالنسبة للسائل بره. فينا شباب كتار عندهم أسئلة ما يدور في عقلهم لكن ما قادرين أنه شنو يسأل كم سألوا هم من الردم شديد. إذا كانت الردم ده كيف ردم تجي من أشياء تافهة شديد. أنا إذا كانت السؤالي منطقي ممكن بيشوفوني الشكلية بتاعي أنا هالك نيمار أو لبس غير ملائم بجي بردوني في حاجة اللي أنا قاعد فيها. ولا إذا كانت اللبس الملائم والسؤال منطقي يجي يشوفوني على النقطة بتاع اللغة. إذا كانت عنوان حجيت السنة أنا كم قريت حجيت السنة بجي بقول لي أنت أقرأ أول حاجة أمشي أتعلم اللغة العربية وتعال أسأل هل هنا ضروري؟ إذا كان اللغات متعددة ما في داعي لأنه أنا بنطق بطريقة أنت دايره. أنا قد يكون ما أعرف اللغة العربية ذاته أنا ممكن بنطق أنت تفهم كيف السؤال أنا قاسي شنو تفهم بس ما ضروري أنا الحجية دي بجي بقرأ بالحجية بالفتحة تجي تقول لي أنت هنا ما سيء دي هنا أنا بغل شاني في المداخلة أو بجي برجي بتعلم اللغة العربية بعدك أجي أسأل كلام دي أنا ما شايفه ما منطق شديد. أنت المفهوم في لغات كثيرة لغة الجسد لغة العيون لغة الإشارة مجرد ما أنت فهمت مفروض أنت ترد عليه بحسب الفهم. وجزاك الله خير شكرا على حسن المداخلة. شكرا. طيب أقعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نحن دايرين طلبة فاهمين زي الودة ويسألوا أسئلة يعني بتاعت ناس فاهمين زيه جزاه الله خير. وانا والله شخصيا اتكيفت من اسئلته وداخر لما يخش العواليق السياسيين والعلمانيين والشعبيين والكيزان وغيرهم من الحزبين. الركن لما يكون زي ده زول يسأل سؤال عشان يستفيد ويفيد اخوانه الافاضل من الطلبة احنا ذاتنا بنرتاح والله. والردم ده مالك انت. انت ما بتشبه الردم. الردم ده عنده ناسه ديك بيجي بيسخروا من الرسول صلى الله عليه وسلم بيسخروا من القرآن بيسبوا الصحابة. شفت كيف ديل نردمهم ولا ما نردمهم؟ نردمهم. لقيت زول ظريف واسئلتك طيبة برد لك والله أطيب من كلامك ولا أنا رد لك. بنكك يا جماعة إذا أنت بتشتغل كاش بكاش قروش عفوا بقروش في بنكك زول يديك كاش وتحول بنكك
او زول يحول لك بنكك وتديه كاش في الحالتين ديل وفي تفاضل يعني 10 بـ9 11,000 بـ10,000 20 بـ21 19 بـ20 ده ربا ما بجوز ده حرام لانه ده قروش بقروش متفاضله وده اسمه ربا الفضل يعني فيه زياده فده ده حرام ده ربا وربنا سبحانه وتعالى حرم الربا وحل الله البيع وحرم الربا والربا يا جماعه الدينار الواحد منه الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا اكلت دينار واحد من ربا اشد من انك تزني 36 مره والرسول عليه الصلاه والسلام قال الربا 72 نوع وفي روايه 71 نوع وفي روايه 73 نوع قال اقل نوع من الربا تاكله جريمته وذنبه مثل ان يزني الرجل بامه امام الناس في وسط الطريق انا بجيب لك الحديث بالمعنى عشان نقرب الفهم فده من الربا اما لو زول جاي يشتري منك سلعه انت عندك دكان بتبيع زيت بتبيع طحنيه بتبيع فول وقال لك ما عندي كاش حول لك بنكك زي ما انت ذكرت ده حلال ما في مشكله ما فيها مشكله يا جماعه اما تحويل الرصيد الرصيد ده ودي انت ما سالت عنها لكن الناس بيحتاجوا لها تحويل الرصيد مثلا الكروت كروت الرصيد دي اذا مثلا ده كرت ب5,000 مثلا يعني او 10,000 لكن التاجر بتاع الرصيد قال لك جيب 4.5 وداك كرت بكم ب5 ده ما ربا ده حلال الفرق شنو طيب بينه وبين تحويل المال بتاع بنكك الفرق انه الرصيد سلعه ما قروش وان كتبوا فيه 5,000 في الكرت في الاسكراش كتبوا 5,000 لكن في حقيقه الامر هو سلعه زي السكر زي الصابون زي الزيت بجوز التفاضل بين البضاعه او السلعه وبين المال لكن ما بجوز التفاضل في مال بمال قروش بقروش تكون دي 10 ودي كم 9 او تكون دي 11 وتكون دي شنو يا جماعه 10 ثاني قلت سؤالك شنو ها كاش زول قال جاب لك كاش قال لك مثلا حول لاهلي في مثلا نياله اداك 100,000 او 100 مليون تشيل منها حاجه وتحول ده ما بيجوز برضه في بنكك ده لكن العلماء زي ما افتت اللجنه الدائمه في 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 الكتب بتاع مجموع فتاوى اللجنه الدائمه اذا كان محل بتاع تحويلات عديل صرافه صرافه وفي موظفين قاعدين ده موظف وده سكرتير وده حاسب بيحسب القروش وده مدير وده نائب مدير اذا هنا عديتهم 100,000 وقالوا لك يا اخ عمولتنا مثلا 2000 في ال 100,000 او 10,000 في ال 100,000 مثلا ديل اديهم لانه قالوا الزايد ده ما ربا الزايد ده قصاد الموظفين وقصاد الحاجات دي اما ذو البنكك ده التفاضل ده فيه ما بجوز لانه الزياده دي ما قصاد يعني شيء ظاهر يستحقه انما الزياده ده تفاضل في المال في نفسه فعلمانا قالوا ده ربا ما بجوز ده الفرق تعال عندك سؤال ردمناك ما ردمناك طيب السجائر يا جماعه حرام والصعود حرام والشيشه حرام والمخدرات والكل والبنك ده كله حرام طيب الزول لو تاجر فيه زي ما قال واحد تاجر فيه فيما مضى والان تاب القروش يعمل لها شنو القروش حقتك لانه النبي عليه الصلاه والسلام قال التوبه تجب ما قبلها وفي روايه تهدم ما كان قبلها والدليل ايضا انه الصحابه لما كان في ناس منهم مشركين واسلموا بقوا صحابه كان في تعاملات بعض التعاملات في الجاهليه كانت حرام النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهم أرجعوا أحرقوا أموالكم أو دمروها إنما التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله واصل طوالي بنفس ماله فما في مشكلة يا جماعة نعم فرصة مفتوحة للطلبة الفرص يا جماعة ما للسجمانين بس شيوعيين وكذا لا 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 الفرص دي أصلا نحن دارينها للطلبة الفاهمين زي أخونا ده عشان نحن نستفيد وانتم شنو يا جماعة تستفيدوا بعد ذاك جاء علماني حاول يقيل ادبه نحن بنردم وانتم ما بتقصروا ان شاء الله فرصه مفتوحه
للجميع. زول عنده سؤال، عنده مداخلة، أو لو زول عنده تصحيح لنا غلطنا في حاجة، نحن ما بشر، من أخطي ونصيب يا جماعة، فرصة مفتوحة.